يا حليلك يا سلامة، أدري هالأيام صعبة عليك شوي، بس شوية تدابير ممكن تساعدك. سلامة تعاني من صداع النصفي، وتكلمنا عنه قبل في صحة وسعادة، وله وضع خاص في رمضان. معدل انتشار صداع النصفي هو 12% من البالغين عالميا، والتقديرات تشير إلى أن 90 مليون من المسلمين يعانون منه. الخطوة الأولى يا سلامة أنك تزورين طبيبك قبل رمضان، وهو يقول لك شلون تاخذين الدواء خلال الشهر والباقي عليك. إذا حسيتي ببداية صداع، طفي النور، اجلسي في مكان هادي، ولازم تنامين وقت كافي بالليل، وغرفة النوم تكون مظلمة بالكامل، ولا تاخذين قيلولة أكثر من 20 إلى 30 دقيقة خلال النهار. بالنسبة للأكل، كلي بشكل كافي على الفطور والسحور، وأكيد وجبات متوازنة وصحية. وابعدي عن الأطعمة اللي تزيد الصداع النصفي، مثل الجبنة والشوكولا، وفنجان قهوة أو شاي واحد بس بعد الفطور. وجربي يا سلامة هالتمرين كل يوم، 10 دقائق شهيق وزفير ببطء وبعمق، وبعدهم اجلسي بصمت لمدة 2 دقيقة. شهر رمضان فرصة نتعلم نتعايش مع بعض الصعوبات، وعساكم دوم صحة وسعادة.